أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في صدق الله.